الاحكام واللجنه المشرفه على النتائج والتي نشكرها باسم رئيس الجامعه وجميع اعضاء المكتب المديري. بالنسبه للمرتبه الثالثه طريق المرتبة الثانية طريق الأجهزة البيضاوي الأنشطة تحت معيار 329 نقطة. الفائز بكأس العرش للموسم الرياضي 2021-2022 للسباحة بالزعانف فريق جمعية المرجان بسلام 348 نقطة. هنيئا لفريق جمعية المرجان، هنيئا لمدينة سلا، هنيئا لرئيسها السيد عبد الجليل السقيطي ولجميع أعضاء المكتب المديري وللرياضيين والأطر التقنية والإدارية، هنيئا لكم مرة أخرى. وبهذه المناسبة مرة أخرى هنيئا لفريق جمعية المرجان، وسأطلب من السيد الرئيس وأعضاء الفريق التفضل إلى منصة التتويج من أجل تسلم الكأس الغالية. الحمد لله، اليوم احنا فرحانين أعضاء جمعية أماني زكان والرياضيين ديال أماني زكان التتويج ديالنا بأبطال المغرب في كأس العرش للغوص، والحمد لله كل شيء هذا الشيء بفضل الرياضيين وبفضل الأعضاء ديال الجمعية والدعم ديالهم وبفضل أيوب شادلي اللي هو بطل العالم وفي نفس الوقت هو المدرب ديالنا. والحمد لله حتى الرياضيين ديال أماني زكان مراكز متقدمة، غالبا أيوب شادلي هو الأول، والدراري كاملهم فرحانين الحمد لله. اليوم نظمت الجامعة اليوم نهاية كأس العرش للغوص الرياضي بالمسابح بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وقد توج فريق نادي أمل إنزكان للغوص والأنشطة التحتمائية. بهذه المناسبة نوجه كل الشكر والتنويه لهذه الجمعية اللي دائما ترفع عن الفريق الوطني المغربي بأبطال كبار، أخص بالذكر البطل أيوب شادلي أو كريم العيود وأبطال آخرين اللي فازوا بكأس العالم للغوص الرياضي بالمسابح بالتايلاند. بهذه المناسبة تنتوجه بالتهاني الحارة ديال الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة التحتمائية، وإلى السيد الرئيس علي مستغفر، وإلى السيد يوسف سميك رئيس الفرع الرياضي، وإلى جميع أعضاء جمعية أمل إنزكان الرياضيين الأطر التقنية اللي تقوموا بواحد العمل كبير. تنشكرهم على العمل الدؤوب اللي تقوموا به في خدمة الأنشطة التحتمائية والرياضات التحتمائية. نتمنى لهم التوفيق بالمزيد من الألقاب إن شاء الله. بمناسبة انتهاء فعاليات نهاية كأس العرش للسباحة بالزعانف والغوص الرياضي بالمسابح للموسم الرياضي 2021-2022، نتوجه بالشكر الجزيل للوزارة الوصية ومديرية الرياضة السيد مدير المسبح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وكذلك وزارة الصحة الهلال الأحمر المغربي بالنوصر، وكذلك الأطر التقنية والإدارية التي أشرفت على إنجاح هذه التظاهرة المهمة. شكرا للجميع. التظاهرة عرفت فوز فريق جمعية المرجان للغوص الرياضي بكأس العرش للسباحة بالزعانف، وجمعية أمل إنزكان فازت بكأس العرش للغوص الرياضي بالمسابح. إذن هنيئا للفريقين، هنيئا للجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة التحتمائية.